مساء الخير يا حبايبي، مساء السعادة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا حبايبي. شايفين المنظر اللي يفتح النفس يا حبايبي؟ ده أكلة تحفة. يلا نخش نشتغل على طول. أنا عندي نص صدر فرخة زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده. هنقطع الصدر كده 3 أجزاء. مش عايزين المكعب يبقى كبير، لا عايزين المكعب صغير، يعني يطلع معانا ايه في المعلقة. هنقطع مكعبات صغيرة كده، اكلة مش مكلفة يا حبايبي، بس اهو اكلنا فراخ برضو الحمد لله. هنقطع مكعبات، جميل قوي. قطعت بصلة كبيرة ولعت عليها وحطيت معلقة سمنة بلدي كبيرة، وهنقلب البصلة يعني نص تحميرة كده، مش هنحمرها قوي. جميل قوي زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده. هننزل بالفراخ المكعبات اللي قطعناها، ايوه نقلب الفراخ كويس قوي. اكلة جميلة وكانت طعمة صدقوني جدا جدا جدا، وكمان مش مكلفة. هنحيق معلقة ملح صغيرة او الملح حسب الرغبة يا حبايبي، ونص معلقة فلفل اسود، جميل قوي. بس كده هنغطي الحلة، اللحمة بتاعتنا ايه تنزل العصارة وتشربها زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده. عندي كيس طماطم مصلصلاه هننزل بيه على الايه الفراخ. دخلت بعد شوية لقيت التسبيكة كمان اتسبكت والدنيا تمام. هننزل بالبطاطس بتاعتنا مقشرينها ومقطعينها مكعبات تقريبا قريبة من الفراخ جدا، نفس التقطيع. هنقلب بقى ايه البطاطس مع الفراخ، وهننزل بالمية كده لحد ما ايه تغطي البطاطس، ولو عايزه شويه ميه كمان حط لها عادي. هنرجع ايه الحله ورا، وهنعمل بقى ايه حبه رز بشعريه مفلفلين يستاهلوا بقكم يا حبايبي. هننزل بالشعريه بتاعتنا، في ناس بتحب تكتر الشعريه كتري عادي مش هيعمل اي مشكله طبعا، الشعريه جميله. هننزل بكوبايه ونص رز، جميل قوي حلو لون الشعريه ده كده، بحب الالوان كده يبقى في فرق بين الرز وبين الشعريه كده. هنحيق معلقه ملح صغيره، كمان شويه فلفل، بحب الفلفل الاسود في الرز. هنقلب ونخليه ايه يطلع رز مفلفل كده جميل. حطينا كوباية ونص رز، يبقى نحط كوباية ونص مية. دي الأكلة بتاعتنا سهلة وبسيطة يا حبايبي، حاجة ما خدتش مننا وقت وكمان مش مكلفة. الله ايه الجمال ده، أكلة تحفة. ايه رأيكم بقى يا حبايبي؟ عملنا طبق سلطة كمان يستاهل بقكم، ايه رأيكم؟ ما تنسناش يا حبايبي في اللايك والشير والاشتراك. باي باي يا حبايبي.